وزي ما احنا شايفين يا شباب محلات الذهب هنا كتيرة جدا 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 جدا، وبيبيعوا اشكال وانواع واحجام مثالي تناسب الكل، اللي معاه واللي معهوش، اللي عايز يجي دبي ويشوف الحاجات دي ويشوف اللي يعجبه ويشتري. في حاجات تحف، في حاجات تحف فعلا، تقف قدامها وتصورها، النقوش اللي عليها تحف تستاهل التصوير الدقيق. يعني محلات ذهب كتير، حاجات كتير جدا، واشكال كتير، واحجام كتير، احجام غريبه قوي يعني، وتجان شفت ده باشكال وانواع واحجام. انا يعني مش متخيل ان في حد يقدر يلبس الاحجام اللي انا شفتها بتاعت الذهب دي، الاحجام الكبيره الجامده دي، ولكن طالما بتتباع يعني اكيد في ناس هتشتريها، ما عدا الخاتم الكبير ده اللي هو كان اول للفيديو.